بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا في درس جديد بعنوان rules for finding derivative. rules for finding derivative، قواعد الاشتقاق. احنا في السابق في الدرس السابق كنا نوجد الاشتقاق الدريفيتيف عن طريق الليميت. كنا قلنا نجيب الليميت لما ليش تقول الى زيرو ل f of x plus h ناقصا f of x على h، صحيح؟ فكان الموضوع شوية معقد طويل، والمسألة كمان تدينا يعني تأخذ لنا وقت. الآن لا، الآن راح نبدأ في قواعد الاشتقاق، وقواعد جدا سهلة وبسيطة راح نبدأ إن شاء الله فيها، وما راح ننتهي إن شاء الله. يعني كل الشيء اللي أخذناه في الدرس السابق راح نشتقه الآن بصورة جدا سريعة، بصورة جدا سريعة. أول شيء، أول قاعدة عندي تقول كالتالي: واحد، أول شيء قبل ما نبدأ، إيش رموز الاشتقاق؟ ممكن ألقى هذا الرمز f dash of x، أو ألقى هذا الرمز dx أو dy by dx، أو مرات يقولوا y dash. هذه كلها رموز للدريفيتيف، يعني لو درجينا هذه الرموز نعرف أن نبغى الاشتقاق. ومرات كمان يستخدموا d by dx، أوكي؟ كلها رموز للاشتقاق، هذه رموز الدريفيتيف. فإذا لقيت هذا الرمز أعرف أنه يبغى المشتقة، واضح؟ طيب، أول قاعدة عندنا نبدأ فيها اللي هي مشتقة أي كونستنت، أي ثابت في الدنيا، خلينا أكتب لكم إياها هنا، مشتقة أي ثابت في الدنيا بصفر، أي ثابت. فمثلا أديك مثال، لو قلت لك دي إكس للخمسة هتقول لي صفر، لو قلت لك دي إكس للباي، الباي عدد يساوي 3.14 اشتقاقه بصفر. لو قلت لك مثلا دي إكس مثلا لجذر 3 هتقول له صفر، مشتقة أي كونستنت بصفر. هذا قاعدة رقم واحد، مشتقة أي ثابت بصفر، أوكي؟ طيب، القاعدة رقم اثنين، وهي مو قاعدة لكن نمشي عليها، مشتقة الـ x، أقول لك دي x لـ x، اشتقاق الـ x دائما بواحد، سجلوها عندكم هذه، أوكي؟ طيب، الآن راح نطور الرول اللي عندنا. الآن لو أنا عندي x مرفوع لـ أس، كيف اشتقه؟ هذه قاعدة مهمة جدا في الاشتقاق، تقول التالي: مشتق لو أنا عندي دي إكس، أكتبهم قاعدة، دي إكس مرفوع على إكس أس إن، كيف اشتق؟ لو كان عندي إكس مرفوع لأس، بكل بساطة أقدم الأس قدام الإكس وأضربه في الإكس وأنقص مالوس 7 على إكس 1. أعيد، مشتقة الباور كالتالي: مشتقة إكس أس إن كالتالي، أقدم الأس قدام الإكس وأضربه في الإكس وأنقص مالوس 7 على إكس 1. أدينا أمثلة يا مصعب، أبشر. لو أقول لك مثلا دي إكس إكزامبل، دي إكس لإكس أس 3، وهي لمشتقة إكس أس 3، طبق القاعدة هذه. القاعدة تقول مشتقة إكس مرفوع الأس كالتالي يساوي أقدم الأس قدام الإكس وأضرب في الإكس وأنقص مالوس 7 على إكس 1. مثال آخر، لو قلت لك دي إكس إكس أس سالب 5، طبعاً الإن هذا أي شيء، موجب سالب كسر أي حاجة، كيف أشتق هذا؟ أقول لك يساوي أقدم الأس قدام الإكس وأضرب في الإكس وأنقص مالوس 7 على إكس 1، وإن سالب 5 وناقص 1 يعطينا سالب 6، ركزوا، بطلع بيغلط يقول لك سالب 5 وناقص 1 يعطينا سالب 4، خطأ، سالب 6، أوكي؟ طيب، مثال آخر، أقول لك دي إكس إكس أس 5 على 2، ما هذا الإن أي حاجة، الإن هذا تمام؟ الإن هذا أي شيء، كنا يكون عدد موجب عليه السالب كسر أي حاجة، كيف أشتق؟ بنفس الطريقة، تقول يساوي أقدم الأس قدام إكس عندي 5 على 2 وأضرب في إكس وأنقص مالوس 7 على إكس 1، لما أقول لك 5 على 2، ركزوا معايا، 5 على 2 ناقص 1. أسهل طريقة إذا قلت لك اطرح واحد من كسر، تعمل التالي: تطرح البسط من المقام مع نفس المقام، يعني 5 ناقص 2 كم فيها؟ 3 على نفس المقام، واضح؟ أديك مثال آخر، لو أقول لك مثلا 7 على 2 ناقص 1،
كيف اطرح كيف انقص واحد؟ بكل بساطه اطرح البصمه المقام على نفس المقام. 7 ناقص 2 كم فيها؟ 5 على نفس المقام. اطرح البصمه المقام على نفس المقام، فهنا 5 على 2 كم فيها؟ 3 على نفس المقام، 3 على 2. واضح؟ واضح ان شاء الله. هذه كده امثله على اشتقاق اكس 90. طبعا هناك برضو ملاحظه مهمه، انه هذا ممكن احنا زي ما اخذناه في الاس ممكن نرجعه للمقام كاس موجب. بس عندي سالبا 5 على اكس 6، ايش سويت؟ رجعت هذا للمقام بعشره الاس. واضح؟ طيب، طب لو كان عندي ثابت متغيره، مثلا قلت لك جيب لي اشتقاق الدي اكس مثلا 5 اكس عادي. اذا كان عندي ثابت مضروب في متغير، الثابت تبقى كما هو واشتق المتغير مشتقة اكس بواحد. طب لو كان عندي مثلا اديتك مثال اخر، اقول لك دي اكس مثلا 5 اكس اس 3، بنفس الطريقه قدم الاس قدام الاكس ولقى 5 ضرب في 5، 3 في 5 كم؟ 15 اكس، وانا اقسم الاس 7 اكس 1 يعني 15 اكس ربيع. واضح؟ اوكي. طيب هنا برضو بديكم مثال، شوف يعني مثل مثال عادي امثله خلينا نحلها وبس. مثلا لو قال لك اعطي لك الداله سالب 7 اكس كيف اشتقها؟ يلا الدي اكس لسالبا 7 اكس كيف؟ بنفس الطريقه اقدم الاس قدام الاكس والقى 7 سالب 7 اضرب في اضرب 3 في سالب 7 سالب 7 في 3 كم يعطينا؟ سالبا 21، واضرب في نفس المتغير ونقص من المتغير 1 نقص نقص منه سالب 21 اكس تربيع. طيب مثال اخر، قلت لك دي اكس ل 4 على 3 في اكس اس 9 برضه ثابت في متغير، كيف اشتق؟ اقدم الاس قدام الاكس والقى 4 على 3 يعني فاضرب 4 على 3 في 9 واضرب في اكس وانقص ما لسه بعد اكس 1 يعني في 8 9 في 4 تمام 36 على 3 كم حيطلع فيها؟ 12 يولع القلم يساوي 12 اكس اس 8. اذا ثابت متغير قاعدته كالتالي، الثابت تبقى كما هو واشتق المتغير. لو كان عندي ثابت في اكس اس ان بنفس الطريقة أقدم الأس قدام الثابت يعني قدام الإكس وأضربه في الثابت وأنقص من السبعة الإكس واحد. واضح إن شاء الله؟ طيب لو عندي جمع وطرح كيف أشتقهم؟ عادي، إيش المشكلة؟ يعني لو قلت لك عندي الدالة مثلا إكس أس 5 زائدا 3 إكس تربيع ناقصا 2 إكس، جمع طرح ما يفرق معي عادي، أنا أمسك كل جزء وأشتقه. يعني مثلا إكس أس 5 كيف أشتقها؟ أقول لك أقدم الأس قدام الإكس واضرب في الاكس وانقص من الاس واحد زائدا نفس الطريقه هنا 3 اكس تربيع عندي الاس 2 لما اقدمه هنا واجه 3 فيضرب في 6 في 2 3 في 2 صارت 6 واضرب في اكس وانقص من الاس 7 الاكس واحد ناقص ثابت ومتغير، الثابت تبقى كما هو والشقاق الاكس يعطينا بواحد. واضح؟ فالجمع والطرح ما ياثر عندي في الشقاق، اطبق نفس العلاقات. اوكي؟ هي نفس الشيء. طيب قبل ما نبدا اكزامبل واحد سجلوا هذا القانون عندكم برضو، باكم سجلوا عندكم مشتقة الجذر التربيعي تساوي مشتقة ما بداخل، بديكم مثل كمان مشتقة ما بداخل الجذر مقسومة على 2 في نفس الجذر. ادينا امثلة مصعب اكزامبل، لو قلت لك الدال جيب لي اشتقاق دي اكس لمثلا الجذر التربيعي لاكس تربيع، هذا الجذر التربيعي قاعدته تقول كالتالي مشتقته مشتقة ما بداخل الجذر، فاقول لك يساوي بسط مقام مشتقة ما بداخل الجذر مشتقة اللي جوا الجذر اكس تربيع كيف اشتقها؟ اقدم الاس قدام الاكس واضرب في الاكس وانقص ما الاس واحد، هذا المفروض يكون في البسط على 2 ثابتة في نفس الجذر اللي هو ايش؟ اكس تربيع. فرحت 2 مع 9 عندي اكس على الجذر التربيعي الاكس التربيعي، هذه مشتقة الجذر التربيعي. واضح؟ سجلوها عندكم هذه. طيب تعال ناخذ اكزامبل واحد. اكزامبل واحد بيقول لي جيب لي اشتقاق الدوالة التالية، فقرة A في اكزامبل واحد قال لي اعطيتك الدالة
جيب المشتقة التالية خلاص نحط دي اكس للدالة جوا اللي عندنا ايش؟ خمسة اكس اوكي خمسة اكس تربيع زائدا سبعة اكس ناقص ستة عيد وكرر هذا رمز الاشتقاق. طيب يلا اشتق عادي جدا نقول يساوي ثابت ومتغير. كيف اسوي كيف اشتق؟ اقدم الاس قدام الاكس والقى انه في خمسة فاضرب في الخمسة خمسة في اثنين كم فيها عشرة واضرب في اكس وانقص من الاس تبع الاكس واحد زائدا ثابت ومتغير الثابت يبقى كما هو واشتق المتغير مشتق الاكس قلنا بواحد خلاص ناقص ستة اشتقاق اي ثابت بصفر يعني ناقص صفر يساوي الجواب عشرة اكس زائدا سبعة واضح ان شاء الله؟ طيب فقرة بي جيب قال لي جيب الاشتقاق الدالة الثانية اللي هي أربعة هذه أربعة إكس أس ستة ناقصا ثلاثة إكس أس خمسة ناقصا عشرة إكس تربيع زائدا خمسة إكس زائدا 16 يلا اشتق عادي ان شاء الله 500 حد امسك كل حد واشتقه يساوي هذا قاعده اكس اس ام اقدم الاس قدام الاكس والقى 4 اضرب 4 في 6 كم فيها 4 في 6 فيها 24 اقول يساوي 24 واضرب في اكس وانقص من 7 الاكس 1 ناقص انا عندي 3 اكس 5 اقدم اول شيء الاس قدام الاكس ولقى 3 فصار عندي 3 في 5 كم 15 واضرب في اكس وانقص من 7 على اكس 1 امس الحد الثالث سالب 10 اكس تربيع بنفس الطريقه اقدم الاس قدام الاكس والقى 10 فصار عندي ناقصا 2 في 10 كم فيها 20 اكس وانقص من 7 على اكس 1 زائدا ثابت متغير الثابت يبقى كما هو واشتق الاكس اشتقاق اكس يعطينا بواحد زائدا اشتقاق اي ثابت بصفر فهذا هو الجواب اوكي شايفين طيب اكزامبل 2 قبل ما ناخذ اكزامبل 2 هنا بيقول لك في السؤال هل يفرق معايا هل حيفرق معايا لو انا عندي دالتين اوكي داله لو تكون اسمها اف اوف اكس والداله جي اوف اكس وقلت لك اجيب لي مشتقه الداله هذه اف اوف اكس اجيب لي دي اكس لاف اوف اكس وقلت لك جيب لي اشتقاق الداله الثانيه دي اكس للداله جي اوف اكس بعد ما تشتقهم اوكي اوجد ناتج ضرب ضربهم هل يفرق معايا هذا الشيء لو اقول لك اضربهم بعين اشتقهم اوكي نعم يفرق اوكي نعم يفرق يعني مو دائم لكن هو بس بيعلمك على هذا الشيء يعني عشان نوصل ايش للقاعده مشتقه الضرب والقسمه نبدا الان هنا شوفوا هذا المثال اكزامبل 2 يعني هو بيقول لك مو شرط انه هذا الشيء يكون يساوي بعض اوكي فعادي ممكن مرات تضبط يعني هو شوف بيقول لك نقرا هنا شوف يقول لك ايش اذا كان عندنا شوف هنا السؤال يقول لك هنا السؤال يقول لك ثيوري ايه ان شاء الله هاخذ بعدين سيبك من يقول لك هنا شوف وين 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 هنا في كلام هل دريفت في برودكت يعني ايش اضرب او مشتق الضرب هي نفسها لما اضرب بعين اشتق هل حيفرق معايا؟ حيفرق هنا يعني مو دائم بعض المرات فشوفوا هنا انا ما وقت تركز كثير في المثال ده او تركز في كثير المثال ده بس ابغاكم تفهموا الفكره هنا بيقول لك انا عندي داله اسمها جي اوف اكس خلينا يلا نطلع معطيه السؤال اكزامبل 2 عندي داله اسمها جي اوف اكس وتساوي لي اكس وعندي داله اسمها اتش اوف اكس وهي تساوي انا بنقل السؤال واحدا زائدا اثنين اكس طيب وايضا عندي داله اسمها اف اوف اكس هي عباره عن ناتج ضرب الدالتين جي اوف اكس في اتش اوف اكس طب خلينا نضرب الدالتين يساوي نمسك الداله يعني عباره عن اكس واضربها في الداله الثانيه واحدا زائدا اثنين اكس لما نضرب نفتح اقواس حيطلع معايا التالي يساوي اكس في واحد يعطينا اكس زائدا اثنين اكس في اكس يعطينا زائدا اثنين اكس تربيع اوكي طيب الان هنا الان وش بيقول لك اوجد التالي الاولى فقره الاولى قال لي
جيب لي الشقاق الدالة F of X يعني هذه الدالة. يلا نقول فقرة A يبغى اشتقاق F of X. فين F of X هذه؟ X تربيع جذر 2 X. يلا نشتقها، نمسك ال X اشتقاق X بواحد، عندي واحد زائدا، نمسك المقدار الثاني 2 X تربيع اشتقاق، وايش؟ أقدم الأس قدام ال X وأضرب في 2 كم يعطيني؟ 4 X ونقص من الأس 7 X 1. اوكي هذا المطلوب الاول. المطلوب الثاني قال لي جيب لي الشقاق الجي اوف اكس. وين الجي اوف اكس هذه؟ الشقاق اجي اقول لكم فقره بي اشتقاق الجي اوف اكس. الشقاق الاكس دائما قلنا بواحد. طيب فقره سي قال لي جيب لي الشقاق اتش اوف اكس، يعني اروح الداله هذه اشتقها. فقره سي دي اكس لي اتش اوف اكس، اشتق الشقاق الواحد بصفر واشتقاق الاثنين صفر، عن ايش؟ يساوي 2 لانه شقاق اكس بواحد. اوكي المطلوب الاخير قال لي شو ده؟ اثبت لي ان اشتقاق اف اوف اكس لا يساوي لما اشتق الداله الجي بعدين اضرب بعدين اشتق الداله دي واضربهم في بعض. اوكي يلا خلينا نثبت الان. هنا الاول ضربه هذا جبته، خلاص شوفوا هذا ناتج وضرب. اوكي هل هذا يساوي لما انا اشتقيت الجي اوف اكس واتش اوف اكس لما اضربهم في بعض كم حيساوي؟ هذا واحد، صرنا هنا لما اقول لكم واحد في اثنين كم يساوي؟ اثنين. هاي اثنين تساوي لي مشتقة الاف اوف اكس؟ لا، ها طلعت واحد زائد اربع اكس يساوي اثنين، فاذا اثبتنا انه هذه الدالتين لا تساوي بعض. طيب هنا بيقول لك يعني مو شرط دائما انه انا لو ضربتهم اشتقيت واشتقيتهم ضربت تمشي معي الامور، لكن انا بقول لك خلاص من هذا المبدا هنا هذا فقط يعني اثبات، فلا تشيل هم ايش في المسائل، يعني مو صعب ايش حيجينا في السؤال هذا عادي. حقول لك جيب لي مشتقة الضرب اشتقت اكس جي اوف اكس اشتق عادي. الان من هذا المنطلق من اكزامبل 2 نجي لمشتقة الضرب. مشتقة قاعدة الضرب تقول اوكي كالتالي، مشتقة الضرب نكتب الدالة أو شيء برودكت مع مشتقة الضرب تساوي مشتقة قاعدة الضرب ضرب دالتين، يعني مشتقة الضرب تساوي عندي دالتين ولتكن دالة F والدالة G، حتكون كالتالي مشتقة الأول يعني الدالة الأولى ضرب الدالة الثانية ضرب الثاني زائدا الأول ضرب مشتقة الثانية. اوكي فقاعدة مشتقة الضرب تساوي مشتقة الاول ضرب الثاني زائد الاول في مشتقة الثاني. اوكي هذا المشتق هذا قانون مشتقة الضرب جدا مهمة، قانون مشتقة الضرب. يلا نبدأ الان شوفوا هنا ناخذ مثال لفهم الفكرة. يلا هنا قال لي find the derivative of 3x تربيع ناقص 5 في 2x يساوي 4 ناقص 6 باستخدام قاعده الضرب، قاعده مشتقه الضرب. بعدين ايش؟ ايش بيقول لك؟ بعدين تشيك من اجابتك بطريقه مختلفه، يعني ايش؟ نطبق مشتقه قاعده الضرب بعدين نضرب الاقوى صف بعض بعدين ايش؟ نجد الاشتقاق. اوكي؟ فانا بقول لكم لا تعملوا كونفيوز بين المثال الثاني هذا، خلاص المثال الثاني اعتبره فقط ايش؟ بيوضح لك انه مرات ما تزبط معي ان اضرب ثم اشتق او اشتق ثم اضرب. اوكي هنا الان لا خلينا الان نبدا نبني على مشتقة قاعدة الضرب. اكزامبل 2 فقط يعرفك انه مرات مو شرط ان انا لما اضرب ثم اشتق يساوي اشتق ثم اضرب. اوكي اكزامبل 3 كالتالي. يلا يبغى الدريفتيف للدالتين هذه للضرب. كيف عرفنا الضرب؟ لاحظوا انا عندي هنا هذا القوس الاول هذا القوس الثاني، معناته راح استخدم مشتقة الضرب حتى لو ما قال لك ايوه عادي، مو لازم يعلمك في الاختبار. إذا تشوف دالتين أو قوسين جنب بعض فاستخدم قاعدة مشتقة الضرب، هي تساوي مشتقة الأول ضرب الثاني زائد الأول في مشتقة الثاني. يلا يعني حتقول كده أوكي دي إكس لي عندي الدالة هي 3 إكس تربيع أوكي ناقص 5 هذه الدالة الأولى ضرب الدالة الثانية عندي 2 إكس أس 4 ناقص إكس. يلا اشتقاق ضرب
مشتق هذه الدالة الأولى نسميها f of x مثلاً، الدالة الثانية نسميها g of x. مسميات ما يهمها، أنا أطبق القاعدة على طول أساساً. القاعدة تقول تساوي مشتقة الأول، يعني أمسك القوس الأول والدالة أشتقها، أفتح قوس أجي جوتها مشتقة 3x تبع، قلنا إيش؟ أقدم الأس قدام الx وأضرب في الثلاثة، تمام؟ 2 في 3 كم فيها؟ 6، وأضرب في الx وأنقص من الأس تبع الx 1، يعني 6x أس 1. اوكي 6x اس 1 هذا مشتقة الاول. ضرب الثاني القوس الثاني زي هو في 2x اس 4 ناقص x زائد القانون في مشتقة الضرب كالتالي كده في علامة جمع الدالة كما هو الا 3x تربيع ناقص 5 اكتبها زي ما 3x تربيع ناقص 5. ضرب مشتقة الثانية امشي القوس الثاني واشتقه 2x اس 4 كيف اشتقه؟ اقدم الاس قدام الاكس واضرب في 2 ونقص من الاس 7 الاكس 1، يعني صرت 2 في 4 كم 8 اكس اس 3 ناقص مشتقة اكس عندي ايش؟ بواحد. اوكي انا افك اقواس عادية جدا، لاحظوا اضرب هذا 6 اكس في 2 اكس 4، 6 في 2 كم فيها؟ 12 اكس في اكس 4 يعطيني اكس اس 5 في ضرب اجمع الاسس، بعدين 6 اكس في سالب اكس 2 ناقصا 6 اوكي اكس تربيع، بعدين انتهيت من القوس الاول هنا اجي القوس الثاني امسك 3 اكس تربيع اضرب في 8، 3 في 8 كم فيه يعطيني 4، غير عشان بس يوضح لنا الصوره هنا 24 اكس تربيع في اكس يعطينا اكس اس 5 اوكي، بعدين اضرب 3 اكس تربيع في سالب ويعطينا ناقصا 3 اكس تربيع، امسك الحد اللي بعده سالب 5 في 8 كم يعطينا؟ ناقصا 40 اكس اس 3 وسالب في سالب يعطينا ايش؟ موجب 5. طيب انا ممكن اجمع المتشابه عادي، لاحظ هنا عندي 12 اكس اس 5 مع 24 اكس اس 5 عندي كم يساوي؟ سالب او سوري 36 اكس اس 5، بعدين عندي ناقص 40 ارتبه انا الاس الاكبر بعدين الاقل والاقل، ناقص 40 اكس الثلاثة، بعدين عندي لاحظوا سالب 6 سالب 3 اكس تربيع يعطيك ناقصا 9 اكس تربيع زائدا 5، هذا هو الجواب. طيب يقول لك لو تبي تتأكد بإجابتك بدك تضرب بعدين ايش تعمل الاشتقاق، كله صح كله صح، فأنا بقول لك كله صح. هنا بس أقول لك هذا المثال بس بيعلمك انه مرات ما يزبط، لكن خلاص لا تهتموا لهذا المثال كثير. اكزامبل 3 هو المهم. الان هنا لاحظوا معايا. حلو انا 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 ضربت بعدين اشتقيت عادي، فاهم كيف؟ انا ضربت فكيت الاقواس بعدين اول شيء انا اشتق انا ايش او سوري انا سوري اشتقيت بعدين ايش؟ او طبقت قاعده مشتقه. طبعا الان هنا في نفس السؤال هنا هذا انا ايش سويت الان؟ طبقت قاعده مشتقه الضرب. هي مشتقة الأول في الثانية ضرب الأول في مشتقة أو العكس صحيح، يعني مثلا بعضهم يقول لك لا الأول في مشتقة الثاني زائد مشتقة الأول في الثاني حيطلع نفس الجواب، حيطلع نفس الجواب، واضح؟ طيب هنا يقول لك تبي تتأكد من إجابتك بطريقة ثانية اضرب فك الأقواس بعدين اشتق، يلا يعني هذا هنا هذا هو الحل خلاص. أوكي خلينا نمسح الآن بفك الأقواس هنا السؤال اوكي 3 اكس تربيع عندنا ناقص 5 في 2 اس 4 ناقص افك الاقواس بعدين ايش؟ بعدين اشتق يلا عادي يلا هنا عندنا اس 4 يلا الاول في الاول 3 في 2 كم فيها؟ 6 اكس تربيع في اكس 4 يعطينا اكس اس 6 اوكي بعدين 3 اكس تربيع ناقص اكس 3 سي سالب طبعا سالب 3 اكس اس 3 في الضرب اجمع الاسس امسك الحد الثاني سالب 5 في 2 اكس 4 صار عندك سالبا 10 اكس اس 4 اوكي بعدين سالب 5 ناقص اكس اضرب في سالب في سالب يعطينا ايش موجب كم 5 اكس حلوين الان اشتق انا اشتق يلا انا الان ضربت انا اشتق يلا انا اشتق اقول دي اكس هذا المقدار يساوي
اضرب اقدم الاس قدام الستة وقدام اضرب ستة في ستة كم فيها 36 اكس وناقص انقص ما الاس واحد ناقص اقدم الاس قدام الاس لقى ثلاثة 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 كم فيها 9 اكس وناقص ما الاس واحد ناقص قدم الاربعة قدام الاس لقى 10 اربعة في 10 كم فيها 40 اكس وناقص ما الاس 7 اكس واحد زائدا 5 نفس الجواب نفس الجواب نفس الجواب بالضبط شوفوا اوكي واضح ان شاء الله المثال شوفوا نفس 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 المثال الان نجي لمشتقة قاعده القسمه سجلوها عندكم مشتقة القسمه تساوي قبل نبدا في اكزامبل 4 كالتالي مشتقة القسمه اذا كان عندي بسط ومقام اطلب المشتقة المشتقة تقول كالتالي مشتقة القسمة اكتب لكم اياها هنا مشتقة القسمة قاعدة مشتقة القسمة تساوي مشتقة البسط ضرب المقام ناقص القانون البسط في مشتقة المقام في مشتقة المقام على المقام تربيع اوكي مشتقة القسمة تقول مشتقة البسط ضرب المقام ناقص هذا ناقص القانون ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع ثابتة نعم مصعب ممكن ممكن ايش تعكس تقول البسط مشتقة المقام ناقص مشتقة البسط المقام فمين تمشي اذا تشتق ولا تشتق الاول تثبت الثاني ناقص الاول ثبته مشتق الثاني حلو انت اختار اللي يعجبك المهم انك تمشي صح حتى في الضرب واضح ان شاء الله تعالوا ناخذ مثال هذا كله اثبات هنا قال لي فايند دي باي دي اكس اوكي دي باي دي اكس كنا رمز ايضا رمز الاشتقاق دي باي دي اكس او دي اكس او دي واي باي دي اكس او واي داش كلها رموز الاشتقاق ولا احد انفجع طيب قال لي فايند دي باي دي اكس لي 3 اكس ناقص 5 اوكي على اكس تربيع زائد 7 هذا تطبق قاعده مشتقه القسمه فاجي اقول لكم يساوي دايركت يلا يساوي هنا اكزامبل 5 اكزامبل 4 بحله هنا اكزامبل 4 يساوي على طول افتح كسر بسط ومقام مشتقه البسط 3 اكس ناقص 5 خش جوتها شوف اشتقها ثلاثة اشتقاقها ثلاثة قلنا ثابت متغير اشتقاقه بثلاثة ناقص خمسة اشتقاقها ثابت بصفر مشتقة البسط يعني ثلاثة ضرب المقام اكس تربيع زائد تسعة تكون زي ما هو اكس تربيع زائد سبعة ناقص القانون البسط يكتب كما هو ثلاثة اكس ناقص خمسة ثلاثة اكس ناقص خمسة ضرب مشتقة المقام المقام عندكم تجي هنا اكس تربيع شقاقه 2 اكس انا اقدم الاس قدام الاس واضرب في المتغير واشتق ونقص من الاس 1 على 2 اكس زائد 0 2 اكس اوكي على المقام تربيع المقام هذا كله شوفوا اكس تربيع زائد 7 والاس على تربيع اساسا في القانون اعيد مشتقه البسط 3 ضرب المقام ناقص البسط في مشتقة المقام على المقام تربيع اوكي عندي الان فك قواس عادية لاحظوا اضرب هذا في داس عندك يساوي 3 اكس تربيع زائد 3 7 كم فيها 21 هذا السالب انتبهوا يدخل على القوس ها اضرب هنا وهنا سالب 3 في 2 اكس يعطينا كم سالبا 6 اكس تربيع سالبا 6 اكس تربيع انه اكس في اكس يعطينا اكس 2 بعدين سالب ثلاثة في سالب خمسة يعطيك موجب خمسة وخمسة في اثنين يعطيك كم زائدا عشرة اكس اوكي زائدا عشرة اكس على المقام تربيع اكس تربيع زائدا سبعة الكل اس كم اس اثنين الان لاحظوا ممكن اجمع المتشابه ثلاثة اكس تربيع ناقص ستة اكس يعطينا كم ناقصا ثلاثة اكس تربيع بعدين احط العشرة ارتب يعني احط الاكسات بعدين بعدين زائدا اخر شيء الاعداد كترتيب جمالي على المقام تربيع اكس تربيع زائدا سبعة الكل اس اثنين هذا هو الجواب اوكي قاعدة بسيطة وان شاء الله ما حنضيع فيها
طيب اكزامبل 5 برضو اشتقاق قسمه، لكن عادي بينهم جمع، قلت عادي كل قاعده اشتقاق تطبق سواء على الجمع والطرح. يعني انا اشتق اطبق قاعده القسمه هنا، بعدين اطبق قاعده القسمه هنا واجمع بعدين. يلا فجاه اقول لكم اكزامبل 5 اوكي. اجي الان هذا الكسر اطبق عليه مشتقه القسمه، فجاه اقول لك بص ومقام مشتقه البص، مشتقه اي ثابت بصفر. انا ماسك الكسر الاول ضرب المقام، المقام عندي اكس اس 4 زائد 1 ناقص القانون، البص يبقى كما هو 2 في مشتقه المقام، مشتقه المقام اكس اس 4 شقاق اقدم الاس قدام الاكس واضرب في الاكس وانقص من الاس 7 الاكس 1 زائد اشقاق الواحد بصفر اوكي على المقام تربيع، يعني يصير عندي اكس اس 4 زائدا 1 الكل تربيع اوكي. طبعا لاحظوا ان عندي هنا هذا حيروح لانه صفر في اي حاجه بصفر، هذا كله راح. انا امسح بس هذا هنا اوكي ناقصا وين رحنا هنا هنا قلنا 4 اكس اس 3 اوكي. طيب الان اجي في الكسره الثانيه في علامه زائد احط زائد هنا، هذا هو الزائد 3 على اكس برضو مشتقة ايش؟ بسط ومقام. اقول لكم مشتقة البسط بصفر ضرب المقام اكس ناقص القانون، البسط 3 في مشتقة المقام مشتقة اكس بواحد على المقام تربيع اكس تربيع اوكي. لاحظوا عندي هنا برضو هذا المقدار حيروح، ابسط حيصير عندي هنا لاحظوا اضرب سالب 2 في 4 يعطينا كم؟ الكسر الاول يساوي سالب 8 اكس تكعيب على اكس اس 4 زائد 1 تربيع. هنا اضرب سالب 3 فيعطينا كم؟ ناقصا 3 على اكس تربيع، وهذا هو الجواب. واضح؟ طيب خلصنا كذا. هنا بيقول لي اثبت لي ان قاعده الباور رولز حتى في النيجاتيف تزبط عادي ما في شيء. يعني مثلا ما عليك من الاثبات، مثلا لو قلت لك مثلا اشتقاق مثلا اكس والسالب 5 كيف نشتقها؟ اقدم الاس قدام الاكس بس عندي سالبا 5 واضرب في المتغير وانقص من الاس 1 سالب 5 ناقص 1 يعطينا سالبا 6. هذا ممكن اكتب على الشكل التالي سالب 5 ارجع الاكس للمقام بعكس شرط الاس، بس اثبات ما هو مهم. واضح ان شاء الله؟ بالتوفيق.